أم الشهيد الوزني هل تشعل بمواقفها الصامدة شرارة الاحتجاج من جديد وتمسي أيقونة الحراك الاحتجاجي؟ مساء الخير عليكم وعلى الجمهور الكريم، وتحية عطرة لوالدة الشهيد القائد إيهاب أبو فهد رحمه الله. الحقيقة موضوع أنه تتفجر أو ما تتفجر، هي متفجرة دوما، بل نحن نزم على أنه القادم من الأيام سيتفجر أكثر باتجاه تشرين العظيمة. وهنيئا لهذه المرأة، بل وهنيئا حتى لإيهاب. كان دائما أبو فهد رحمه الله يقول أنا مهدد وإلى آخره. الموضوع كالآتي، الموضوع فيه ربط سبحان الله، وكأنما هذه الدماء هي امتداد لدماء الحسين عليه السلام في نفس المواقف، في نفس الأرض، في نفس القتلة. هؤلاء الذين كانوا القتلة، الذين كانوا ينادون أعداءهم بأنهم أعوان، لا أريد أتحدث بطائفية، ولكنهم كانوا دائما يتهمون أعداءهم بأنهم جند يزيد وجند معاوية. الآن هم أثبتوا بالدليل القاطع أنهم فعلا هم جند يزيد وجند معاوية، الذين يقتلون الناس فقط لأنهم أرادوا وطن مثلما أراد الحسين عليه السلام وطن. الموضوع موضوع الشرارة والاجتماعات، بالعكس، نحن نرى أن الثورة مستمرة، وهذه الدماء مثل ما انتصرت دماء الحسين عليه السلام على سيوف القتلة، أكيد ستنتصر دماء تشرين أخيرا شاوم أبو، هذا التاريخ حدثنا، ليس نحن من نبالغ في هذه الحقيقة. لكنهم من الغباء يستمرون أيضا بنفس الطرق الغبية في استفزاز مشاعر الناس، وأخيرا يذهبون إلى ضرب امرأة أو منعها. ماذا تعني لكم الخيمة؟ إذن كم أنتم فاقدين لتوازنكم إذا كانت خيمة أم إيهاب ترعبكم كل هذا الرعب؟ سبحان الله، أنا دائما أربط بين هذه الخيمة وخيم الحسين عليه السلام. أنا أتحدث اليوم بهذه اللهجة لأنهم واقع الحال، هؤلاء الإسلاميين المقيتين الذين جاءوا وتربصوا على صدورنا دائما ما كانوا يرفعون تلك الشعارات، وهاي الشعارات ترجع عليهم على وجوههم على صدورهم لتقول لهم إنكم قتلة وفاجرون والدم سينتصر عليكم، شئتم أم أبيتم افعلوا ما شئتم، قلنا لكم من البداية سنعطيكم الدماء وسنسترد الوطن. نعم، يعني في ثنايا حديثك سيد بشير، في ثنايا حديثك يعني حقيقة تفاؤل كبير، وكأن هناك يعني منحا تصاعديا للحراك الاحتجاجي في المرحلة المقبلة مع اقتراب الانتخابات. الموضوع من البداية، يعني وحتى كان الشهيد إيهاب الله يرحمه، يعني أكو صفة ما حد يعرف أنه من هو إيهاب. إيهاب جامع تشرين، هذا الرجل لم يختلف عليه تشرين، وكان مجاهدا في عملية الجمع. وسبحان الله، حينما توصل إيهاب إلى جمع المحافظات وإعطاء الهوية، حينما قاربت هذه الهوية التشرينية على الظهور، تم غدره واختياله. إذن نحن متفائلون لأننا خلاص أخذنا الطريق الصحيح في موضوع تشرين وتلافينا الأخطاء السابقة. أما موضوع أن نعلن ماذا سنفعل، لكن بالتالي يعني أيضا يعني أعتذر، يعني سأضطر للمقاطعة، لكن بالتالي يعني من ما تفضلت به تم ضرب تشرين في قلبها من خلال استهداف يعني أيقونات حراكها، سواء الشهيد الوزني أو حتى البقية. إذن نذهب إلى موضوع الولاد والولادة. ضرب إيهاب ليظهر لنا كم إيهاب حاليا في بغداد وفي التحرير وحتى في كربلاء. مثال واضح أنه حينما تقتل الجسد، هذا لا يعني أنك ستلغي الأرواح الثائرة. هذه الفلسفة التي لا يفقه بها هؤلاء القتلة، هم يعتقدون أن فناء الجسد سوف لن يولدوا أرواحا تعادل الجسد مئات المرات، وتفعل في أجساد الأخرى كمروان مثلا شقيق إيهاب، أو حتى السيدة أم إيهاب. هم واهمون، هم لم يدرسوا التاريخ جيدا. طالما هنالك دم زكي طاهر يراق لأجل تشرين واسترداد الوطن، نحن إذن متفائلين
باسترجاع الوطن مثل ما أردناه في تاريخ 1/10. هذه الحقيقة، ولا لا يمكن أن نعطي ألف شهيد ونرجع بخفية. نشاطرك التفاؤل سيد بشير الناشط المدني بشير الحجامي، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.